جاي الاطفال الصغار يتنطلب الله يكبرهم في احضان احبابهم ووالديهم ويكون منهم مغاربه نافعين وطيبين. بغيت نتوجه لهم كل يوم كيف ما كان الهوى نتاع اي بلاد، راه ما كاينش بحال الهوى ديال البلاد نتاعكم. كيف ما كانت السماء نسليكم، كيف ما كانت زروقيه السماء، حتى شي زروقيه السماء ما تتشبه الزروقيه نتاع بلادكم. جربتها لانني مده 3 سنين وانا في المنفى ومحروم منها، وانا ذاك عرفت قيمه بلادي. الماء ما تيجينش حلو، السماء تجيني كحله، الهواء ما تيتشمش. رجعوا ساعة لبلادكم، صلوا الرحم مع بلادكم، يعرفوكم المسلمين وتعرفوا المسلمين في المغرب. هذا هو مستقبلكم ومستقبل المغرب. واخيرا تنطلب الله سبحانه وتعالى انه يخليكم دائما عند حسن الظن ويجمع شملكم، ولا تفرقوا شيرا انتم سفراء انا في الخارج. لازم تظهروا يد في يد كيف ما بغات كل المشاكل متاعكم. حمروا لنا وجهنا كما عملتوا، الله يجازيكم بخير. وتندعي لكم بالتوفيق وبالنجاح في مشاريعكم وبالسعادة في الأسر متاعكم واللقاء معكم إن شاء الله في المغرب.